عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وسلام كل بيسمعني. تعبير كتابي عن كتاب الطلب بناء ملعب القرب من للقرب بالحي من أطفال من أول هنا مراكش 15/2024 من أطفال حي الفرح إلى السيدة المحترمة ممثلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. الموضوع طلب بناء ملعب للقرب بالحي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، يسعدنا سيدتي ممثلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، نحن أطفال حي الفرح نلتمس منكم بناء ملعب للقرب بحينا من أجل ممارسة الأنشطة الرياضية وممارسة حقنا في اللعب كأطفال، وبهذا المشروع الهادف والبناء يحمينا من اللعب في الشوارع وحماية أرواحنا من الخطر. وتفضلوا سيدتي المحترمة بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام. والسلام عليكم أطفال الحي. التوقيع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.